القانون هذا تقدم في برلمان 2014-2019. أنا حضرت على الأقل في الوقت كانت كونفرنس كلهم مجمعين عليه. ثم ماكرون عندما قدمه في فرنسا قدمه بمبادرة تشريعية من نوابه. وماكرون ما عملش حوار مجتمعي، شكون باش تجمع عليه؟ باش تجمع عليه كل تونس. هذا فيسبوك كل واحد عنده دو تروا بروفيل يا سي محمد. شكون باش تجمع عليه؟ تعمل مبادرة، والمفروض أن اللجان تتناقش مع أصحاب الاختصاص، لأنه هذا موضوع إذا كان باش نخلوه معناه نتضروا، وإذا كان سكتنا عليه نتضروا. كيما قلت لك أكحل، شكون اللي عنده الأوداس والجرأة؟ أنا هني ناكل فيه توا في برشا تجني نتيجة بعض الجرأة. بلاش أنا مستفيد شخصيا من القانون هذا راهو يصدر، إيش دخلي أنا في الموضوع هذا؟ دخلي إني أنا مشغول على البلاد وعلى إدارة الشأن العام وعلى حياة الناس. أنا محامي، شفت شكون انتحر نتيجة الفيسبوك يا سي محمد. ما ننساهاش، نحكي لولدي ولدي. أنا شخصية عامة، سامحني نحكي لك، شخصية عامة انتحر نتيجة الكذب عليه في الفيسبوك، واعتقد أنه باش يسجن وباش يدخل الحبس نتيجة الكذب على الفيسبوك. شد كرتوشة ضربها في راسه.